ديروف شوفي ماني وانت كنتم معصبين ولا شي. تعرف ديروف كل ما اشوفكن انتو الاثنين عم تحكوا سوا بخاف انك تقلو على هديك القصة. اهدي آليا، انا بضل على وعدي. بظن لازم تقولي لماني كل شي. شو هو؟ إنه آليا كتير متضايقة منك. آليا؟ يلا خلينا نروح. كأنه كانت عم تقول شي. هي كانت عم تقلي شو عم يصير اليوم؟ كله كان فوضى بفوضى. انت قلي حليت مشاكلك مع نانديني؟ ها؟ نانديني؟ ايه حليتها. نحن مو منضمين لميوزيكانا، شي سخيف. بعرف عن جد ماله عدل، هو عطانا ساعة بس؟ كيف منتدرب؟ أنا ما فيني شارك بهالمسابقة. أنا فكرت إنه صورتي رح تظهر بصحيفة الجامعة. حنجرتي كتير عم توجعني، أنا ما رح أقدر حتى أغني. نحن بس عنا 15 دقيقة لتبلش المسابقة، قولوا شو رح نساوي. شباب اسمعوني شباب، شوفوا بلشت محاضرتها نانديني. ما بدنا محاضرات هلا رجاء. انا ما رح اعطي محاضره، انا رح اعطيك فكره. بعرف انه هالفكره رح تبين لكم مجنونه، بس وثقوا فيني، فكروا فيها لمره، وهي الفكره رح تخلينا ننضم لاهم فرقه بالعالم ميوزيكانا. ايوه، وهلا انت رح تقلي لنا شو نعمل؟ شايفين؟ نحن معنا الجيتار، انتو معكن الدرامز، ومعنا الساكسفون، معكن ترامبولين. لهيك ليش ما منعزف سوا؟ 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 إذا نحن كلياتنا كنا سوا، رح نكون متميزين، حنطير عقولهم. فكرة بتطير العقل، نانديني من وين بتجيبي هالأفكار؟ فلشتينا. نانديني انت بتعرفي شو عم تحكي؟ نحنا ما رح نعزف معهم أبدا. انت مجنونة؟ أنا بعرف شو عم قول. يلي عم قوله إنه نترك غرورنا على جنب، عنا شغلة واحدة مشتركة يلي هي حبنا الكبير للموسيقى. أنا بحب آخذ حمام، خلونا ناخذ حمام سوا. عكل حال نحن معنا وقت قليل، لهيك نحن لازم نقرر، يا أما غرورنا أو حبنا للموسيقى. يلا شباب صار وقت العرض هلا، وأنا بتمنى أنكم ألفتوا موسيقى حلوة إلي. كل التوفيق لكم، يلا حاولوا منيح. شو عم تستنوا؟ ما عندي وقت، وقتكم ببلش هلأ.
شغل حلو يا شباب. أنا ما توقعت هالشي بصراحة. أنتوا رح تتعلموا بسرعة. أنا كنت متوقع غنيتين منكم، بس أنتوا غنيتوا غنية واحدة. بس أنا بظن رح أعذركم، لأني كتير سعيد إنه غنيتوا كلكم سوا اليوم. أنتوا حطيتوا خلافاتكم على جنب مشان الموسيقى، نسيتوا الغرور تبعكم، وهالشي بيستاهل التقدير، بالأخص نانديني وماني. شغل حلو يا شباب، وبظن إنه كلكم تستحقوا المعانقة والتصفيق كمان على أدائكم الرائع. معك حق، كان أداء رائع، بالأخص الثنائي نانديني وماني. أنا بقصد أقول المغني الثنائي. نانديني خلينا نروح. نافيا أنا ما عم لاقي تليفوني، أنتي روحي كملي. أنا رح روح مع هارشاد، لا تتأخري. ليش غنيتي معي؟ يلي كنت عم ساويه اني ارتجلت. ارتجلتي؟ وقفي كذب ماشي؟ ماني شو يلي صار لك؟ احيانا بظن اني ما عم بفهمك، وفجاه بيجي هذا الوحش يلي جواتك ماني وبيسيطر مره ثانيه. شو مشكلتك؟ فهمني. اول شي بتنقذني، وبعدين بس غني معك بتصير مجنون ومندفع. شو هي مشكلتك؟ مشكلتي؟ لك هي مشكلتك انت. انت كم مره لازم ها قال لك انه تضلي بعيده عني؟ بس انت ما كان هالشي ارتجال، كان كله مخططك انت، خطه مثل خلينا نعزف سوا والا ما رح نتاهل لميوزيكانا، صح ها؟ خطه لحتى تساوي مشاكل بيني وبين مجموعتي انا والفاباي. فاباي نانديني منيحة، هو هون لحتى يساعدها. ساعدونا رجاءً، حدا يفتح الباب. كان أداء رائع خصوصاً مع الثنائي. لهيك ليش ما بنعزف سوا؟ أكيد أكيد ما كان هو. يا إلهي أنا بشو عم فكر؟ أنا متأكد إنه هي ما ساوتها، كانت كلها خطة هارشاد. هي ما فيها تفكر، ما فيها تفكر بنوب. ماني مالهوترا، تتذكروا كيف بيتصرف؟ معصب، كل الوقت معصب. الطريقة يلي بيعاملني فيها كتير بيكرهني، وحتى أنا ما بحبه أبداً وبكرهه. بس
بضل اسأل كيفه كل الوقت. هو معصب وكمان ببين انه عم يتحكم فيني. السيد ماني ملهوترة، ماني الوحش، بقصد ما في مجال ومستحيل. كيف فيني فكر فيه هيك؟ نانديني؟ أي عمتي؟ أنا جاي. هارشاد عم يجيني عن طريق نانديني. ما رح أسمح له. أنا ما رح أسمح له أبداً. أنا ما فيني أسمح له. خليها تنجح. أنا ما بقدر خليها تنجح. كيفكن شباب؟ شو صار؟ اليوم حلو، صح؟ ما بظن نعمل شغلات ننبسط فيها، كلامي صحيح؟ بظن صار الوقت إنه شغل كاميرتي. أنا بظن إنه هلا لازم آخذ أداء الأبطال. ثانية واحدة. وقف التشويق وقلي شو صار. مين الهدف؟ مين يا ترى؟ هو نفس الهدف القديم، بس دفعة جديدة. مين هو؟ آليا، أنت بتعرفي. أمير هارشاد. هارشاد هارشاد هاي روز. أيوة. هاي هاي، كيفك يا حلو؟ منيحة. فيني قول شغلة بس؟ أكيد. شي مرة متعلمة الملاكمة؟ ملاكمة؟ لا، ليش؟ عم أقول هيك لأنه كل مرة بشوفك بتروحيني بالضربة القاضية. هرشاد، يا الله منك. استني ثانية، أنا خليت خدودك يصيروا حمر؟ حمرة خدودي؟ أنا ما سويت هالشي من وقت كتير طويل. بس هرشاد، انت طبعا بتعرف كيف تخلي البنت تضحك هيك. شي حلو. بدي تقولي لي شغله. كبير خلى خدودك تحمر من قبل؟ كبير كبير هرشاد، كيف تتجرأ؟ كبير هو حبيبي، روح من هون. شو رخيص. كبير 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 صاحبي، انت بمشكلة كبيرة. بس ماني، نحن قررنا هالشي قبل سنتين. نحن ما رح نوقف بوش بعض لهيك. آليا، إذا مانك ملاحظة، هو اللي بلش هذا الشي. هو بده، هو يلي بعد هدول الأغبياء. وقصة قفل الغرفة هو اللي قفلها، فلذلك هو اللي بلشها وأنا رح أنهيها. بس يا ماني. لا آليا، ماني معه حق. نحن حاولنا نبعد عنه بس هارشاد هيك بده. هو مرة تانية حاول يكسر الفاب فايف، وهلأ صار وقت الحرب. كلياتكن عم تحكوا شي عن هارشاد. بعرف انك مثله. هو شوي شقي، بس هو بيعرف يجامل البنت. كيف بتعرفي هالشي هاد؟ فيكي تقليلي ايمت التقيتي انتي وهارشاد؟ امتى؟
متى؟ أنا ما اطلعت على ساعتي، بس تقريباً من شي 15 ساعة. استنى كبير، ليش عم تسألني كل هاد؟ أنت عم تغار شي؟ بس كبير، هرشاد عم يحصل على ولا شي، روز كلها إلك. بعرف، بس بتعرفي شو روز؟ خليكي بعيدة عنه، هذا الشاب مو منيح، هو سيء كتير. صح كلامك، هو مشكلة، بس لا تخافوا، هالمشكلة ما رح تطول بنوخ. بعرفه، هو بيقر كتير، وهلأ صار الوقت لحتى يخرس. هلأ رح نبلش.